احتضن المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نواكشوط الدورة 31 لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والعديد من وزرائه القادة الأفارقة والرئيس الدوري للاتحاد الافريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي بحضور العميد العام لجامعة الدول العربية ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية في القارة الافريقية. وتعقد هذه القمة 31 لقادة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد مسار مستدام نحو تحول افريقيا. حيث امتهنت اعمال القمة 31 بعصف النشيد القومي للاتحاد الافريقي. في خطابه رئيس الدولة المستضيفة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بصفته رئيس القمة 31 أعرب عن ارتياحه لعقد هذه القمة التاريخية ببلاده لأول مرة منذ الاستقلال. ودعا أشقائه زعماء القارة الإفريقية الوحدة والتضامن في كافة الأصعدة ولا سيما مواجهة التحديات الاقتصادية والإرهابية. في خطابه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد قال بأن أعمال هذه الدورة تأتي في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية لأزمات اقتصادية وأمنية. وستعكس هذه القمة انطباعا خاص لتحقيق طموحات الشعوب الإفريقية التي عانت كثير بعدم الوحدة الإفريقية وإصلاح منظمة الاتحاد ومحاربة الفساد بشتى أنواعه. في كلمته بأعمال المؤتمر أشار الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي بأهمية انعقاد هذه القمة التي ستخضع بنقاش ملفات كثيرة تطرح على الطاولة، أبرزها تقرير يقدم حول المنظمة حول إصلاح المنظمة الإفريقية تنفيذا لقرار 635 للجمعية العامة للاتحاد، وتقريرا آخر يقدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد حول الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو، وملفات أخرى ستخضع بالنقاش خلال القمة منها محاربة الفساد والرشد في القارة الإفريقية، الأوضاع الأمنية والسياسية والنزاعات المسلحة، علاقة الاتحاد الافريقي بالمنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي، حرية التجارة وتنقل الافراد، ووضع خارطة الطريق لاسكات البنادق في القارة السمراء بحلول عام 2020. وتؤكد مشاركة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في هذه القمة والقمم الافريقية السابقة والقمم العالمية على حرصه الدائم لتطوير العلاقات مع اشقائه الافارقة وتعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك الذي أحرز فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال فترة رئاسته للاتحاد من إنجازات ووساطات إفريقية ناجحة، فضلا عن تعاونه مع مختلف الدول على كافة الأصعدة وخصوصا استتباب الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية على ضوء الأولويات المتقدمة التي تقتدي بها الدول الإفريقية والعالمية والسياسة الخارجية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وللإشارة بأن القمة تتناول جلسات مغلقة بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وينتظر أن يناقش القادة الأفارقة عدة ملفات في جلسات مغلقة من بينها تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي. وانتهت جلسة الافتتاح الرسمية للقمة 31 لقادة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بصور تذكارية لرؤساء الدول يتوسطهم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. احتضان العاصمة الموريتانية نواكشوط لهذه القمة يؤكد عمق الروابط التي تجمع الشعوب الافريقية والتي من خلالها يسعى القادة الافارقة لضمان الوحدة الافريقية وتحقيق تطلعات الشعوب ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الدولي.